لا انا بتكلم على فكره ان انت ممكن تعيش الدور بره بعد التمثيليه او بعد العمل نفسه. لا ممكن في الاول، في اول المشوار بتبقى انا يعني حصلت لي مره واحده مش قادر فعلا. اتحكم، وانا حصلت لي مره واحده طب احكي وندمت والنبي، مره انا واحده عايز حقيقيه اعرف يعني. وندمت. انت حصلت لك ايه؟ احكي بقى انا حصلت لي تجربتك. فوق مستوى الشبهات، واللي لاحظت مراتي الحقيقه. امي الله يرحمها كانت بتلاحظ ان انا ببقى عصبي لما يبقى المسلسل تقيل او الفيلم تقيل كدور وكتمثيل وككده، ببقى عصبي جدا بره يعني. مراتي اللي لاحظت فوق مستوى الشبهات، انا يعني ودي قلتها كتير، انا مراتي، انا اتعرفت على مراتي هي مديره يعني، مش ايوه شيز كارير وومن يعني. وفجاه اللي هو انت رايح فين وجاي، انت رايحه فين ومين والساعه كام وانت فين فهي حاسه ايوه في حاجه حاجة غلط، ولا ايه؟ حاجه غلط. لحد ما شافت المسلسل بس فهمت. فوق مستوى الشبهات، قالت لي ايوه بقى انا فهمت كده انت ايه اللي جرى لك، لان هي ما كانتش فاهمه ايه التغيير ده يعني. احنا كده ولا كده بنقول لبعض كل حاجه يعني، بنحكي لبعض كل حاجه، ده الطبيعي بتاعنا، بحكي يومي وهي بتحكي يومها وبنبقى عارفين كل واحد فين يعني. بس القفله الزياده دي ما كانتش فاهماها، في حاجه غلط بس مش فاهمه هي ايه، لحد ما شفت المسلسل. فقالت لي انت جبت المسلسل معاك البيت، ودي كانت اول مره، كانت اكتر صعبة مره يعني. طبعا. طب وانت يا ادوارد حصل ده امتى؟ انا بقى ندمت على اللي حصل ده، لان انا كنت عامل مسلسل اسمه حواديت الشانزليزيه، كنت طالع محقق جنائي ومحقق بقى ايه ايتم كده وطول الوقت وبيحقق في قضيه. خلصت المسلسل من هنا وجالي مسرحيه في السعوديه كوميدي، فروحت اول بروفه محقق كدكتور اشرف كنت زكي ايتم قوي رايح كده دكتور اشرف زكي بيقول لي هنا بقى هتتكعبل وشيماء سيف هتقعد عليك. قلت له مش هعمل كده. قلت له ايه؟ قلت له مش هعمل كده، انا بقى عايز شخصية المحقق. يعني ايه شيماء سيف تقعد عليك؟ هو العمر بقى احسن ولا ايه؟ شاب بيقول لي ايه؟ قلت له لا مش هعمل كده. قال لي ما تيجي تخرج مكاني. فلقيت نفسي انسحبت، رحت مكلم المنتج قلت له معلش انا اسف مش قادر. من اول بروف ندمت بعد كده بعد ما فوق ندم بقى ندم. بس هو ده يوصلنا لفكره انه صعب. بتحصل بتحصل. بصي طبعا احنا ما بنقارنش ودول اساتذه كبار يعني، بس كان عندك طبعا الراحل احمد زكي. احمد زكي كان بيعاني من الموضوع ده، تعب جدا. وعندك انا قريت كتير عن انتوني هوبكنز انه في بعض الادوار بيروح لدكاتره نفسيين بعد عشان يخرج بره بس يعني شخصية. انا ما وصلتش الحمد لله لسه، بس ما تعرفش ما وصلتش للمستوى ده. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التالية. الفا قنوات الاسرة العربية.